السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. نبدأ معكم إن شاء الله الحلقة الثانية من حلقات شرح منهج العلوم الفصل الدراسي الأول. إن شاء الله بدأنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن تصنيف العناصر، وأول من اكتشف الجدول أو أول من وضع تصور للجدول الدوري وكان العالم مندليف، ثم العالم موزلي، ومجموعة من العلماء راذرفورد والعالم بور. هنبدأ النهاردة بإذن الله شرح الجدول الدوري الحديث، ونركز مع بعض عشان هينفعنا قوي بإذن الله في تانية ثانوي، يعني نأسس نفسنا من الوقت. الأساس العلمي بتاع جدول مندليف هنسأله نفس السؤال. الأساس العلمي نفس أساس علمي بتاع موزلي، نمرة واحد، ترتيب العناصر تصاعديا حسب الزيادة في الأعداد الذرية. رقم اتنين، معرفة مستويات الطاقة. نبدأ نشوف بقى جدول الدور الحديث. هسأله سؤال برضو، مما يتكون الجدول الدوري الحديث؟ عندي يتكون من 7 دورات أفقية، ونشوف الوقت حالا مع بعض، و18 مجموعة رأسي. نصحصح كده مع بعض بقى كده عشان هبدأ أرسمه لكم رسمة مبسطة هتنفعكم إن شاء الله في تانية ثانوي قبل تانية إعدادي. نبدأ نشوف الجدول. قلنا 7 دورات، هنبدأ من أسفل. دورات كاملة، 1 2، ادي دورة، 3، نركز مع بعض كده، 1 2 3، الأربعة اللي تحت كاملين، نطلع فوق بقى كده اللي أنا بعمله الوقت حالا هفسره لكم اهو. 7 6 5 4 3، ثلاثة، المجموعة الأولى كاملة، خلاص المجموعة الأولى كاملة، 2 3 4 5 6 7. نشوف كده مع بعض، نتقل بقى كده على الخطوط، ده هوت 2 3 4 لغاية هنا بس اهو، وهنا نركز مع بعض. يبقى الوقت هنا بننزل برضو ايه سلمة واحدة كده، والمجموعة التانية ركزوا معايا، دي المجموعة الأولى اهي، دي المجموعة التانية، رسم كروكي بسيط بس هنفهم فيه إن شاء الله. هنا التالتة، تلاتة ايه، 4 ايه، 5 ايه، 6 ايه، 7 ايه، ثم المجموعة الصفرية. هنا نزلنا درجة واحدة، ولذلك 1 2 3 4 5 6 7. ملاحظين ان المجموعات الرأسية دي كلها بدأ بإيه؟ الجزء ده هو حرف بي، الجزء ده حرف إيه؟ بي. بي يعني عناصر انتقالية، عناصر انتقالية. أمال حرف الإيه يعني عناصر أساسية، دي فيها 10 مجموعات، ولذلك بصوا معايا، 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 و10 كام؟ يبقى 18. أدي 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يبقى دي كلها 10 أعمدة،
وهي العناصر الانتقالية. نركز تاني، مما يتكون الجدول الدوري الحديث. جدول الدوري الحديث يتكون من 7 دورات، دورات يعني أدوار، زي أدوار العمارة. يبقى بنتخيل دي زي عمارة سكنية، يبقى هنا 7 أدوار، 1 2 3 4 5 6 7، مرقمها لكم يمين وشمال. ده اسمه يسار الجدول، ناحية إيدك الشمال وناحية إيدك الشمال يسار الجدول، وهنا إيه؟ يمين الجدول. يمين الجدول يسار الجدول يشمل 1A و2A. يسار الجدول من 3A لغاية 7A زائد العناصر الانتقالية اللي خدناها في أولى إعدادي. العناصر الانتقالية اللي أخدناها في أولى إعدادي اللي هي المجموعة الصفرية. المجموعة الصفرية اسمها عناصر انتقالية أو المجموعة الصفرية. طيب عايزين إيه بقى من الجدول الدوري؟ حاجات أساسية النهاردة. قلنا 7 دورات، عدتها تانية اهو، دورات يعني أفقي. مجموعات رأسية اعتبروها أعمدة أهي. خلاص يبقى إيه؟ مجموعات رأسية من 1 لـ7A، ثم المجموعة الإيه؟ الصفرية. مطلوب مني في تانية إعدادي، أفتح الأمور مع نفسنا كده، العناصر نحاول نعرفها مع بعض كده، عشان عايزين ناخد قاعدتين تلاتة النهاردة. إيه هما قاعدتين؟ بنقول ازاي نحدد موقع العنصر، يعني احنا عرفنا خلاص ان في عناصر وقت في الجدول. طب هو رتبهم على اساس الزياده في العدد الذري. نرتب كده مع بعض، الهيدروجين 1، شوف المنور ده كده مش ساب اهو. ليه؟ لان الهيليوم 2 لازم يقع في ايه يا جماعه؟ تابعوا معايا كده واتكلموا معايا. يبقى الوقت هنا ايه؟ الهيليوم اهو في المجموعه الصفريه. يبقى لو ما كانش ساب المسقط ده او المنور ده، كان حط لي الهيليوم هنا في المجموعه الثانيه، وده غلط. لو تبع المجموعة ايه؟ الصفرية. اذا ناس بتفهم كويس وظبطوا الجدول، عملوا مربعات كده قدامهم على ترابيزة وقعدوا يظبطوها لغاية ما وصلوا للشكل الاخير اللي احنا بنشتغل بيه في تانية ثانوي ولغاية الجامعة. بعد الاتنين تلاتة احنا عارفين الانجليش بيبدأ من ايه؟ من اليسار، ليفت. يبقى H1 H2 HE2 خلاص، اللي هو الهيليوم. الليثيوم 3 خلاص. بريليوم 4. بورون 5. كربون 6. نيتروجين 7. 8 اكسجين. 9 فلور. ركزوا انا جاي فين بقى. 10 نيون. وانت مركز على دي، ده شغل هندسة، هندسة كيميائية، يعني اشتغل بفن. النيون يقع في المجموعة الصفرية، يبقى الكلام صح. طب الصوديوم 11، احنا هنعمل لغاية 20 بس عشان ناخد قاعدتين نعمل على أساسهم أو نبدأ على أساسهم الحصة الجاية إن شاء الله. صوديوم 11، مغنيسيوم 12، ألمونيوم 13، 14 سيليكون، 15 فوسفور، 16 كبريت، 17 كلور، 18 أرجون برضو غاز خامل اهو، 19 بوتاسيوم، 20 كالسيوم. يبقى ده انا اعتبرها حصة تأسيسية كمان النهاردة في الكيمياء تانية اعدادي تانية ثانوي، ودي مفيدة جدا 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 للجميع. يبقى احنا وصلنا لغاية ايه؟ 20. يعني كفاية لغاية 20 يا مستر. لغاية تانية اعدادي 20 حلو اوي. ليه؟ لان هنبدأ ان شاء الله في تانية ثانوي من اول السكندوم 21 لغاية اخر العناصر. خلاص، بس في ملحوظة هنا بقى، في مجموعة هنا اسمها الاكتينيدات واللانسينيدات. هنا من اول 6 مجموعة اسمها اللانسينيدات، وهنا الايه؟ الاكتينيدات. خلينا بقى في المهم بالنسبة للعناصر الانتقالية، بتبدأ من الدورة الرابعة. يبقى العناصر الانتقالية تبدأ منين؟ من الدورة الرابعة هنا. العناصر الانتقالية هي اللي في النص دي، وتفصل يسار الجدول عن يمين الجدول، لنا لها شغل تاني في وقت تاني. النهاردة بيجي يقول لي حدد موقع، وفي رواية أخرى موضع، الكلمتين اللي بيجوا في الامتحان، العنصر في الجدول الدوري. جدول الدوري هناخد بس مثال واحد أو مثالين النهاردة عشان نفهم إزاي. عايزين موضع الصوديوم، وهنشوفه مع بعض على الجدول، هل الكلام ده صح ولا لا. عايزين نشوف الصوديوم فين.
عايزين نشوف يقع في الدورة نهي الدورة والمجموعة. طب انا رحت بعيد ليه؟ لان انا هحط قانون الوقت، المجموعة نهي والدورة نهي. بالراحة بقى مع بعض كده، اول ما يجي لي حد الموقع لازم اوزع توزيع اولى اعدادي 2-8-1. هو انت حافظ وبتكتب؟ لا يا استاذ ويا استاذة، المستوى الاول 2، التاني 8، التالت 1، والاعدادي كي ال ام. وانا عامل حصص تاسيسيه في الكيمياء ان شاء الله، نتابع برضو على اليوتيوب باذن الله عشان نبقى شاطرين نطلع متاسسين، لان المعلومات الجديده والمناهج الجديده تعتمد على الفهم وليس الحفظ. يبقى احنا نقدر نتصرف لما يكون فاهمين اساسيات المناهج. الدوره القانون بتاعها ايه؟ عشان نقول الدوره هنقول عدد مستويات الطاقه ها بيساوي ها عدد او رقم الدوره الافقيه. رقم الدوره الافقيه ده قانون، ده قانون، وهبروزه قانون. كم مستوى طاقه هنا؟ 3. اذا هنا يقع الصوديوم في الدوره الافقيه كام؟ التالت. قولوا معايا التالت. طب تعالوا نشوف القانون بتاع المجموعه، عدد الالكترونات المستوى الأخير يدل على رقم المجموعة الرأسية. ده كلام جميل. يعني هنا الإلكترون، هنا المستوى الأخير فيه كم إلكترون؟ واحد. يبقى المجموعة الرأسية الأولى، وأعمل 1A كده نبقى أساتذة في الكيمياء وفي العلوم. فهمنا القانون وتطبيقه. طيب نجيب حاجة تاني، نيتروجين N7 ده صوديوم. هنا نيتروجين، طبعا ممكن يضحك عليا ويقوم جايب لي اللي فوق كده عشان يشوفني انا فاهم ان انا بشتغل تبع العدد الذري ولا لا، لان احنا قلنا مزلي والجدول الدوري الحديث اشتغلوا على مين؟ على الجديد. يبقى هنا النيتروجين 7 14، اكتب لي برضو العدد الكتل عشان اشوفها اتلخبط ولا لا. طيب نوزع 2 5، ما عملناش 8 ليه؟ ده هم عددهم 7. 2 5، عدد مستويات الطاقة كام؟ 2. إذن يقع في الدورة الأفقية الثانية. نركز ها. طيب المستوى الأخير فيه كم إلكترون؟ 5. إذن يقع في المجموعة الرأسية الخامسة. 5A. ده كان آخر حاجة في حلقة النهاردة إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا وتعرفوا زمايلكم عشان نبدأ تطبيقات مباشرة بقى إن شاء الله، وجميع الأسئلة اللي ممكن تيجي لنا في الجزئية ديت إن شاء الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.